ورحمة الله وبركاته كل أنت وعند ضياء منك استوى الدكتور وحط بسيط وقتين وروحي قدرت أن أسلط على قد بدو من مسانع عوائد وقهن الوحي ورحي لها جمهورية دمدان إسماعيل عمر قيل لا أيها الدرك كسولات قرب كاسي يوم قرح لبع وحاضر تلاس عدوان طرق تيجي عالمي جبوتي ولحين له جمهورية جبوتي مدام إسماعيل عمر قيل هذا الدرك كسر الله تكذب مركيرو كأي قاتل شر أمر حتى جمع بعض عربته وكفر ما قال له عمان عاصمة ده وضن كأردن ولحين له جمهورية مدام إسماعيل عمر قيل هذا روحه كأي قاتل شر أي شر كما دخلتك أو كيس دي اللي بعتنا وحنا على واحد دور عريمات أو كمدة حالة فلسطين بدأنا يهودا حالة أمير وضمرة عربية سيدة عراق سوريا يمن يوليبان شمال حد كجامعة عربتة وحاكلة ولا واحد يدبوا هبنتا لو سمعنا يقولوا كجامعة عربتة وحاسين بدن إن الشركة سي مدحورين على جمهورية جبوتي وكما قيد قال وحاو كويلي وفد بلارن أو كم يدي هاي وزير كارمها دبدا هي إسكاشي العالم بجحنا أخيرا كحكومة ده مدن محمود علي يوسف وحاسين بدن إن مدحورين مدحورين الدولة عربات أي أموجين ومدح فلسطينيين تغريد ذا إياقا والشيغي إن أساسي الدولة فلسطينية ويهي مد لغم مرمانا وحاسي وكلا أي كور حدلان أتكفت ولجير حبناها جامعة عربية سي لو لم تلوه أريد حسيدة ويقع كاركمة دولة عربية رئيس الوزراء جمهورية مدن عبد القادر كامل محمد أي سايك حفيز كيس كوكا بلي قدم لك حقيقة بنك جادون كبلغ الحي يوقي أفريقيا حافز جنيم وبوق شق شقو سوق سوق أفجر ظهر مركعي وزير كدقالة يمان يد عندنا الياس موسى دوالي وفتقا حكوة هدية بوقشدة قدومي كحقيقة يوحا كميدة على اسمها بانتقا يسير ركتسو تنمجراء قاهرة أسد ألمان وكيركا توبصدا بانتقا دونك جبتي التوسك قلق وفتقا لنا أوحا أوتو ريحا ويوها قودة حفيز كريز الوزارة مدارة لقيل عبدالله محمد كارمي ديوغا اسمها حفيز كريز الوزارة يوسف أولاد الفرح وجدد بوقشدة قدومي كحقيقة أي أهل تدي واحد بذن وبوصي وغين هاي برامشدة كردوين اللي هي هردشي جبوتي يتغير ده نقال البنك قاعدون كالغا لديانا كشقة عامة يكون قريبا مالقش ذا شر كوغر كالوري ذي هاي وحا وحسي كل مدى أولي الشيخ ابنها كالدولة الدولة دي سير لوح وجمها وحبار شغة سري برنامج جيدا قولي برشو سلا حليو لباتوين كقولي العامة يقدم بين إلا أساسو برنامج كعرف مدى كالبنك على حد نفقهم درادة وحنا هايين وحنا هايين دوان إسكاشي وحنا يرون أن دوان إسكاش أسبوع لحي بلد جنيدا يجي جمهورية الجوتة أيوري من الحافز وحا وكرت التعدي بدون تحقيق القيمة هي بقالها وحصر سار كبودها إن دل التران ولحي باهدا إيه وحقبت كين طبعا وقدم بين وحا وشيغي إن كنت عن أسنى هاي إسكاشي إلا وادا جان جوتي وعرفوا كل فتاين مكشف هدونا دفاع عدنها جوتي يسو جيسي مرقشية فربلان إذا وزارة جمهورية مدن عبد القادر كامل محمد أي واحد وجهي جريتاكا سياسية قبل كا أو أن كل جوي نهبري إن سمينا جوي هار قرعة وسجد صدر قرهان أدى قناصية وحاو عرف كؤبتي إن قلعها سيو بيان هاي تعدار بقالي قولة تعلم كروحة أسيدة وكريد بوئيلي تدالي الدولة دا إيران تشغل عنها إيو سبوال لماذا يدلتا ودو بيكو حقين كابن ديقا أدون كبرغة دحي وقوية أفريقيا حافز غنيم أيا بوقش الشقو كتوغي جمهورية دا جبوتي وجدها بوقش الحسية القدومية أيا وضحا لولي يندونا مدح دا جبوتي ويقار فقود التاجارة دا بن ديقا أدون كأولغر جوغي هرومي كان رقالة إدالكا يغلى السيو تاجارة بقالة برنامجي دا هندسيها بدخلينها جمهورية دا قصر سنة وشان أقالة قدومية كحقين كابن ديقا أدون كبرغة دحي وقوية أفريقيا أيا صدو كلاوغ هرين شغالين لغو تاغير جبوتي هرمان تبوشوها قيبك أح ومرك دقالة يبوشوها بمعيدة كاوياشا يخوجين تلقالة كدانك أح يهو سبق دعنا غادي صورنا مدى يو عبال العانك وغران بقو دميك حقينك وحاول لكل ما مدخلناها جمهورية مدنة اسم الأمر قليل وورك عاي وزير كعافمات قدر ترجام عيب عكير يخو قيد وليد كارمها بمجتمر ومنع عثمان آدم ودوميه وحي كلاو قالي حيها كحلتقة المركازي
قبل كأبو خلق هسي أو معلق هسي ورق القفل تدا يكتر حالي هسي مفتي ومدير قدومي كحيجان كو كمد ها وزير قد قال هي مالية دمنا علي اسموس الدواري مدير دوريات كارمها برشيد مرومان عثمان أدا يا قاري بدمد بلبلة قارهان بلقاء يورا بريها كاسو يكو صادان مشارك التاجارة برشو وحو سيدا كحيك لما لا يشير مسؤولين تدا كفو هسي ولما يتوت كلاما شر يشير كود حاليا أرمها الشقة جلنتا لنجرد عقبادها يتاجارة بنكك أدونتا ودون يكحيين كأي شيء إن بدك أدونك وهل إيه تشار نقر وكيوة مريضة جبوتي سوف تغير لها مشاريع البيانة لبناء الأمن سيدون لمدع إيهدو الشير بدوني وكي هاي بدوني هبالها برلمان كان مدني محمد علي حمد أي الساكة قبطي كل دور كسابسا سياسة دولة قود وحانا على كاسي قد بدك جيكي ريد وزارة جمهورية عبد القادر كامل محمد وحانا كاسي ويهي مدلغو فرنقلي danka dadka iyaga oo loo maray wax qabadka xukuumadda si loo xaqiijiyo horumarka bulshada iyo hawlaha shaqaytaasi oo qayb weyn ka qaadanaysa waxtarka wax qabadka ee muwaadiniinta bidoon iyo xumad ayaa xusuusida kale qodobada dastuurka hay'adaha xeerasha ku saleeyay doodaasi ku saabsan siyaasadda guud ee dawladda ka hor inta loo yeerin xubnaha xukuumadda iyo xildhibaanada baarlamaanka in ay u hoggaansamaan xildhibaanada ayaa gestooda waxaa ka weydiiyey xubnaha xukuumadda ee u joogay doodaasi ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda cabdulqaadir kaamil maxamed iyo xubnaha xukuumadda ayaa iyaguna gestooda ka siiyey jawaabo sax ah su-aalaha kaga yimid xildhibaanada goolaha baarlamaanka guddoomiyaha goolaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumeed oo hadal gaaban ka jeediyey furitaanka doodaasi ayaa xusay doorka baarlamaanka ee ku lug leh la socodka tallaabooyinka xukuumadda intii lagu guda jiray dooda baarlamaanka ee siyaasadda guud ee xukuumadda in ka badan 24 xildhibaan ayaa su-aalo weydiiyey xubnaha xukuumadda waxaana ka mid ahaa dhinacyada waxaa laga weydiiyey fulinta tababarada xirfadeed ee la dagaalanka shaqo la-aanta dhalinyarada saboolnimada dhismayowga ceelasha biyaha iyo horumarka tamarta uumiga dhulka ee geothermal loo yaqaan iyo dhinacyada maamulka wanaagsan waxaa kale oo waxay ka iftiimiyeen golaha gudaha dalkeenu oo laga sameeyey sameyhii la soo dhaafay iyo kuwa mustaqbalka ee dhinacyada waxbarashada caafimaadka horumarinta kaabayaasha waxbarashada sare beeraha iyo guryaha su-aalaha lagu soo bandhigay doodaasi ayaa sidoo kale ahaa arrimaha horumarineed ee beeraha ku saabsan kalluumeysiga gaadiidka magaalaynta cadaaladda dhaqaalaha warshadaynta warisgaadsiinta iyo isboortiga ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed oo qudbad ka jeediyey golaha baarlamaanka waxa uu ka hadlay hortaga geothermal ah iyo sidoo kale la dagaalanka camal ah tabaafa nasir cumar al mursali qudbada ra-iisul wasaaraha entretenu de cours très cher de forage il est préférable que nous mêmes nous faisions nos propres forages géothermiques et c'est la raison pour laquelle marka loo eego lacagta faraha badan ee ku baxday ceelasha qodarka foraska loo yaqaan afka qalaad ee dhaliya geothermalka waxa aanu door bidnay geesteena xukuumad ahaan ama dowlad ahaan in aanu qabano ceelashaasi geothermalkala jamhuuriyadda jabuuti waxaa keentay in mashriinka hadda shaqeynaya iyo sidoo kale kuwa soo socda oo dhan dhammaantood ay maal geliso xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti waxaana ay suuro gelinayaan inaanu ka madax bannaanaado guud ahaan shirkadaha dhaqaale raadiska adduunka ee qoraxka geothermalka dhinac kale dhalinyaro fara badan oo reer jabuutiya ayaa waxaa ay qabaa inay halkaasi ka helayaan fursado fara badan oo shaqooyina dhinac kale haddaba jamhuuriyadda jabuuti waxa ay meel marisay istaraatiijiyad gaar oo lagu xoojinayo iskaashiga ay wadaagaan waaxda dowladda iyo sidoo kale waxyaha sida gaarka loo leeyahay ee loo yaqaano privatka afka qaraad ujeedku haddaba waxa ay tahay horumarinta waaxdaasi privatka sidii loo gaari lahaa ujeedooyinkeeda oo ah abuuritaanka fursado shaqooyin oo aada u fara badan waxa ay naga go-an oo rabitaankeenna oo dagaalanka camal ah
aqoonta sida hadda aan sheegina waxaan u maraynaa tababarka xirfadaha iyo sidoo kale warshadaynta jabuuti oo ka dhigan inaanu samayno nidaamyo cusub oo ku aadan koruqaadada iyo xoojinta waaxda warshadaynta ee jamhuuriyadda jabuuti. Madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu awlowyadda koowaad uu siiyey shacbiga oo la marintiisa waa inaanu ku taageernaa oo aan kala qayb galnaa dagaalada kala duwan ee horumarinta waaxda warshadaynta. Sidoo kale jamhuuriyadda jabuuti sida dalal fara badan oo adduunka waxaa doorashooyin ka qabanqaabiya wasaaradda arrimaha gudaha qaas ayaan qabaa oo aan rabaa inaan ila wadaagtaan guud ahaanteen xildhibaanada hadda fadhiya. waxaa kale oo aan sheegayaa in golaha qabanqaabada doorashooyinka ee loo yaqaano siiniga guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan uu ka kooban yahay qaybaha ay soo socdaan waxa uu ka mid yahay wakiilo ka socda xisbiga talada haya ee jabuuti. sidoo kale xisbada kale ka qaybgalaya doorashooyinkuna waxa ay ka mid yihiin golaha siiniga iyo ugu dambeyn bulshada rayidka oo kuraas ku leh guddiga siiniga ee jabuuti. intaasi oo dhanna waxa ay qabanqaabin doonaan doorashooyinka nagu soo aadan ee baarlamaaniga ee jamhuuriyadda jabuuti ee C'est comme ça que ça va se dérouler les élections prochaines, c'est-à-dire 2018. gudoomiyaha golaha baarlamaanka gudane maxamed cali xamed ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay gudoomiyaha hantidhowrka anshaxa masaaliyadda madaxweynaha maxamed ibraahim ayay weydiiyaan kalkaliyaasheeda. gudoomiyaha waxa ay sheegtay inay maanta gudoonsiisay gudoomiyaha golaha baarlamaanka macluumaadyo qoraal ah oo ka xugaranaysa warbixinta guud ee sanadlaha taasoo hantidhowrka iyo anshaxa masaaliyadda sanadlaha, waxayna ka turjumaysaa watiro shaqada hufan ee aan ku horeyno iyada oo weliba warbixinta guud tusaale aad u tahay maaraynta dhaqaalaha wanaagsan ee ku dhowran hantidhowrka iyo miisaaniyadda. geesiisa gudoomiyaha golaha baarlamaanka ayaa mahadceshay gudoomiyaha hantidhowrka anshaxa miisaaniyadda hawlkarnimadeeda, waxaana hoosta ka xalliqay in baarlamaanku diyaar u yahay la shaqaynta waaxdaasi. golankaasi waxaa u joogay xildhibaan sharmaarka muuse arre iyo xildhibaan mahdi waaberi xasan. qodobada kale ee ku saabsan wararka macaanooma waxaa ka mid ah wasiirka garsoorka iyo arrimaha jeelka mudane muumin axmed sheekh ayaa gaaray gobolka dakhol isagoo ay la hedinayaan mas-uuliyiinta wasaaraddiisa iyo kuwa jeelka dhexe ee dabool. waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhoweeyey abreefeega gobolka mudane maxamed sheekh iyo mas-uuliyiinta gobolkaasi dakhli wasiirka iyo mas-uuliyiinta gobolkaas ayaa si weyn uga wada hadlay booqashada wasiirka, waxaana intaasi kadib ay gaadheen jeelka gobolkaasi halkaasi oo ay soo indhaindhayeen xaaladda jeelkaasi. waxaana halkaasi looga macno bixiyey wasiirka in loo baahan yahay xoojinta daryeel ee jeelkaasi iyo dadyooga ku jira intaba ee gobolka dakhli. wasiirka caafimaadka doctor jaamac cilmi okiil ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay isku duwaha xarunta caafimaad ee salaam center for cardial surgery ee ku taala dalka sudan taasi u qaabilsa maqaliinka xagga wadnaha. waqtiga ka socda xaruntaasi caafimaadada ayaa jooga magaalo madaxda 13 ilaa iyo 3 afriil taasi kadibna waxay gaari doonaan gobolada 9 iyo 8 waxaana dhakhaatiirtaasi ay la shaqayn doonaan dhakhaatiirta dhakhtarka weyn ee u qaabilsan wadnaha kuwaasi oo daweynaya dadka wadna xanuunka le ee u baahan iyago qalin. ujeedka ka dambeysa ayaa ah in adeeg caafimaad oo tayaysan loo fidiyo bukaanka si dabadeedu hawlo qalin oo xagga wadnaha loo geeyo dalkaasi sudan. wasiirka caafimaadka ayaa mahadceshay hay-adda dowliga ahi ee Salaam Center for Cardial taageerada ay u fidinayso dadka bukaanka. wasiirka caafimaadka doctor jaamac cilmi okiil ayaa baaq ku daraya shacbiga inay ka fadhiistaan howlaha geedigana caafimaadada u qaabilsan maqalinka iyagu joogaya muddo 5 maalmood dhammaan dalka oo dhan. waxaana ugu wareejiyey ku sidata aad arkii suba shir baarlamaanka ka dhacay wasaaradda caafimaadka shirkaar ku san lahaa sida aan maxaanka uga faa'iidaysanayn fursadaha dhanka caafimaad ee soo marta wadankeena. waxaan maanta qaabilay wakti ballaaran
وكيدي ودك السودان أو أه بحتر وين وكليان ولي هاي ودك السودان كيلا بحتر كاي كنت خصوصي بك ودنها بس مركزي بير جرب بحتر كاي قرنية هاي مرام صدح لباتن ودن أو جيس من أفريقيا عيو بحتر كاسي سيا أما حين كنا عاي سويس أمبا أنا يوجد يوجدها بتك ودنها أو بشيء سيا يوجد محمد الجميت محاك الرابع مركزي ويني مدن مانتا وعوريان جاهتان كبك ودنها المحاير مركو بشر المال اللي ينجي جاري أيك تخصصين المال اللي يحكم يسدي بقوله قف قيام جاحنا بلانو قدناها فريستيسا عنك أنسى مني مركز الجبوتي أنك وكاك فايدي سنوني وحي نوسو قلنا مفتي بلارن ورد بخاتيرا يو رجي بحتر كحكومي كجران وحي كلام ما تحكني لجوبي بحتر رجيني بك ودناها كشقالها هدين غطي دكتورين إيو أفضل كلام دكتور أو هذا كمان كا اللي يكون جهد العتيم. وحنا كاسس كنا أسم كل شيء إن عين جمودي كيف يدستو. وولي بس بلاش يوقف يدستو جهتان كا قلبنا. مكاس. وحنا نقول يعني ليش؟ أفضل عشان جمودي يجريان ودكتور كبلتي اللي يجريان. شقنا واحد جلاريان كلهم إيو كواس نيل من المطلعة بريطانيا شقنا جلاريان بلتي. أبيش كوريو صدام عيطها بيش كوريو لغريبا صدعين بجموت جولان بلتين بيش أفرتين على السريح أيتين هم جيمينا هو على السريح وحل لي وحل دباطة قلبي لها كلا أبوضناها كلا يردحن يهان كاسي أي كوف باردنا انت جاهتان إني الجاه لغو طلق لنا ولي مهان كراعي قادتان أيالي كوريدونا مركا رد فرسي على اسمه حلو مدين بس في وزارة دولي الدولتا بختار كردخل كي يلا بس كرابا قد كسود دا دولين دولا إلا ما بختار على سيح رأي على سيح بختار كوين ويسوي مدين بلا دولا وعويا رد ودنها أسعلا حني نظر بكر ودنها رأي تجورة تجورة وحلتين بنا بشا شمتلة صباح تجورة يجورة سجير بسعاد مكتاي رأي تجورة دم دولة تجورة تتكونهم الدباطن وضمها الشيئين عندك وضمها تحترك تزور السلوية دي بلدانية رأي أموخ بس في وزارة عافماتكو أموخ يبدو جدا انت مختلك أموخ سيدو رأي أموخ واحد اللي يروح الشيئين يا دباطن لك عافمات وقرهان وضمها أي أموخ وقئنا الله يلي تجوري من الله يبش الشمت إذا عيبها دولا رأي تجوري رأي أموخ تجوري اللي يجدونا رأي على سبيح رأي دخل بش آخر كده على سبيح اللي يجدونا رأي جبوتين بش الكور بصدو كده إلا ما بش الصد عيبة ريال جيبوتي رعرتا بحتركا جيبوتي البلتي ايام اللي يدونا بدك مخليها شعوينها نكي دباطو بك ورنها الشيغانا يا هلتاسي اني يمهدو ونو احضو يا لو باهم يهي كي جيحتان لسكور رعرة وعودنك السودان بحتركا السودان كي يلا ارتالياني قولي يهي ودنك ارتالياني قولي يهي سديار ايو يهي انو جيحتان كاربا القصن ايو وسدلاش ايو سن ايو وفرصت إن كيف يسألت هاي سير موضوع أمر إذا حنا قلت لكم مستعين وقال لي دراتك أصلاً كعرفنا في كسر الجادة شئ يراه إن الدرة دلاء الدرة هذه تربح نقولها يا هذه تربح ودمنا كلور نصية تربيسي سبعة دكتور السودان دارها دكتور كاسي وحويان دكتور كا سلام الإسلامي أكو تخصصي بكا ودمها وعلى شئك هذه السنة عن تاسي كسر طيبك نكا هيستكار أسيرانس ملادي هيستا تسوى يولي ملادي وانكا تقايد دلا نكا كار أسيرانس ملادي هيسن كار كي جيبوتيا إنو ميل جيبوتيا عدينه كار في الدرشرة جيبوتيا كا جيبوتيا إنو سوقات ويان نكا كار أسيرانس ملادي هيسن كار كي جيبوتيا هيسن إساقو نوامي ملادي لكيسي كونسلتاسيون لاس إساقو كورسكب بحيو لعبتدا ويان نكا ميل جيبوتيا كار كي جيبوتيا كا هيستا كان في سلام سوقاته بلاش لو تعي الجتان كان لعيره هذي جه الجتان لقتنا بلاش لو يبقى الجنا نكي كان سلاس بلدي هستا وينو يمدو بلاش أيام اللي يقول الجنا كان في سلاس بلدي يوم بتوس عليا وكان لا كان في سلاس بلدي يوم يجي الجنا كان كان يتكلم سوقاته هذي جه الجتان لقتنا بلاش لو يبقى الجنا دكاريو ودنك السودان أو بحتر في سلام بلدي كسر في إيران لهي شيء مثلا حلاه سيد إن دك بحبين أو بلان أيام البعيد هاي سد الله أركه إنت بلاتو ده هالكتاب إنت هاي
انت بدات اي مرور هيصل لك عذرها وانه يروح لا يقام الحريه ما قالها لو وصل وزياده عاصمتك يحول دوليتك حرمها بالشرع يا ابو بعطيا شعلونها رجلت وزيك وحبر شرق نمي توبرك حرفظها مدانا مصطفى محمد محمود يا شرق أبلي وفتي كسر دا شركة دا مقعي دا لغلوني أنتراني كمبانية وقصة وسنين عطي برادا وفتي دا شركة دا سايا وحبرك عيسيق ويدور ديد كارمها بلشدة مروي منع اسمين هذا كلك لغد بلع وحال لغو سلقاء توبرادا وحبر شيئا هرى مرقى مشروعة تجاب دريا الكدوكس دا المعامل فلغو تلقى أرديدا أليبا هيدا كارك كتيرين نافضة أما كوا لحق قرار استخدام سيد المدين دي سيد السلام بشهول عالم دي مدحينا الجمهورية دي إذا قرب كيرية هايدا هدوين الزقاة دي حكومة الكويت إذا وفين صحفيسكا دي التسجيل كورمير نايتين دي أوروبا السلام دي واحد برشل سيان استيو دقنطا مرحلة إها كوا دي مشروع استجابي آية اللي قبل لي هي توبر سنت توبر ياشا كوا سيو بحين هي توبر لو قلت لقى دي سيد المخبر شاءت كوبها عروف تنافد عن مشروع اللبات يوجي قال لبات مشروع سيء وكل اللي بسمها الحرم يا كأنه تبدو أنت أن وحكا ستاقي كيري كرام حرام تاسيه وتاغير البحيئة وزير مصطفى أي شيئين هو شاسي أسلف عشان ينحوذ أنت دولدة أربها برشدة مسك حركة دباتي سن الدولة رب الوضبة يعني برنامج كاسي سوء أو practical am bay isaga oo xarun ahaan ay socoto xaruntaasi labada bayn waxa lagu baray halka uu isticmaalayay tiknoolajiyada iyo waxbarashada ay u baahan qofka maskaxda ka dhabaysan uu u baahanyahay ee maanta waxaan dib ugu soo noqonay inaa eego labada bilowdi wax qabadkii inta uu leekay guusha inta ay leegtahay ee halkii aan tagnay iyo halkii aan gaarnay ruuxti wax yaani nafta iyo qalbiga iyo nidaamka ku tagayso ay la kulmeen waxa ila meelin bayno digal kariyo heer kamaanta la tagayo jooga taara ee aqoonta bixiyeen kuu ay ka tahay laakiin waxa ka weyn inta oo dhan rabitaanka ee dadka lab wax tababarka la sameeyay iyo caruurta rabta amba la rabo inuu waxbaro iyo baro diyaarnimada iyo rabitaanka iyo ka imiday ayaa barnaamijkaas aad u xoojiyay wasiirka waxbarashada iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa gudoomiyay munaasabad lagu dhaqaajinayo qabanqaabada tartanka loogu talagalay dugsiyada waxa loo dhig lagu doortay seen championat wasiirka ayaa ugu horeen hambalyeeyay gudiga leh qabanqaabada tartankan ee loogu talagalay dugsiyada iyaga oo sidoo kale soo dhaweeyay ay soo dhaweeyeen mas-uuliyiinta waxbarashada iyo waliba waalidiinta ardayda la taliyaha wasiirka waxbarashada isla markaana ah mas-uulka tartankan marwo ayaan Usmaan Abraar ayaa si guud u soo kormeertay qaybaha kala duwan ee tartankan xilliyada uu dhacayna ama uu qabsanayo tartankan xilliyada dhaqan galaya tartankan siyaabaha uu qabsanayo ayaa soo kormeertay iyo ugu dambeyn ugudda xirka ciyaaraha intaasii kadibna waxa ay ka hadashay munaasabadda siri waxa ayna ay sheegtay in wasaaradda waxbarashada uu ku sugan yahay dhammaan ama uu soo dhaweeyay dhammaan tartamada leh iyadoo ugu yeedhay amniga dhalinta iyo diyaar garowga tartankan waxaana gabjoogayaal ka noqon doona xiligayaasha ama animatorada loo yaqaan afka qalab garsoore waxa ku sii mudan in tartankan uu ka dhici doono istuudiyoga RTD 3da bisha Abriil 2017 finaalkiina waxa uu ka dhici doonaa guriga ummadda 7-da bisha Abriil wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafka Muumin Xasan Barre ayaa ku qabanqaabiyay guriga ummadda munaasabad gudoon abaalmarino ku lug leh dhalinta ku guuleysatay xifdiga qur-aanka kariimka ee sanadkan 2017 munaasabadani ayaa ka dambeysay kadib halkii lagu qabtay labaatankii bishii tartan xagga xifdiga qur-aanka ay ka mid yihiin oo ka dhacday agaasimka arrimaha islaamka ee wasaaradda siyaasadda ay ku guuleysteen dhalin gaaraysa 100 iyo 100
labada katoon ay yihiin gabdho waxaana ka soo qayb galay tartankaasi dhammaan dhalinta magaalada madaxda iyo gobolada oo si weyn ugu tartamay qaybaha kala duwan ee qur-aanka kariimka sabanka ijuus waxaana ujeedada ka dambeysa uu ahaa kor u qaadida iyo horar u dhiga xifdiga qur-aanka kariimka oo wasaaradda arrimaha islaamka ay qabanqaabadeedu ay leedahay waxaa sidoo kale qabanqaabis ay qabanqaabisaa wasaaradda arrimaha islaamka munaasibada noocan oo kale ah oo bisha barakeysan si gaar ah ay u qabanqaabiso kuwaasi oo intaa ku guuleysato ay helaan abaalmarino kala duwan oo ah abaalmarinta madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geyle oo hadda maraysa cadadkii 18-aad ee sanadkan wasiirka arrimaha islaamka ayaa guddoonsiiyey abaalmarino dhalintii ku guuleysatay xifdigaasi qur-aanka kariimka ee saddexda qaybood ee jiska qur-aanka kariimka wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo qaabta mudane muumin xasan barre ayaa intaasi kadib hadal halkaasi ka jeediyey ku hambalyeyey dhallintii ku guuleysatay dhaqanka xifda qur-aanka waxaa la yidhi waajibaha weyn munaasabad aad u wanaagsan oo aan uga qabno inay ka hadlo fikrad inta dambena aybi aad nogu gaaray taasoo ah markii xajka aan isudayn inaan ka qabno allah ka qabano maanta xajka inkastoo ay ahayd sanadkii koowaad rasuulka yacni geer macquul imaado oo hadafkeedu yahay xajku inuu gaaro halka uu ahaan jiray uu ku joogsado meel macquula maantii oo dadka reer jibuutiga yacni u suurtogeli kara inay gutaan shareerada tabarugita maanta waxay ahayd marba anaga maqna qur-aan karinka oo keentay xasuus yaraantii maantii dadka naga jeeda xasuusaan in ciyaankeenu markay qur-aanka dhiganayaan magacaamada ku dhiganayaan daasadnimada ku falsan jireen nicmad baan rasanay qur-aanka kariimka aysan leelahay la soo dejiyey nacmad baan rasanay inaan ahay muslimiin marka maantii waxaan jeclahay in qur-aanka kariimka halkii aan mataqaanaa uu u qalmayo aan gaarsiino saa daraadeed waxaan isku dayna inaan tabaabooyin yar oo maantii aan weyneyn laakiin inay wax ku darto aan rajeynayno inaan qaadano tallaabooyinka waxaa ka mid a in wasaaradda amfurdi arrimaha ay mas-uul ka tahay qur-aanka ugu horeeyo inay wax ka qabato sidaa daraadeed markasyo u qalma rumaantii oo qurux iyo qabow iyo talyo intaba leh in la abuuro saa daraadeed waxaan jeclanaa inaan ku bilowno markasi ugu horeeyo madrasat alxikma iyo madrasat alimaami nawowi oo hoos timaada diwaani zakaa waxaa rajeynaya walaalkay mudiretaasha maqaalka diwaani zakaa inuu arrimihi noocaa u kacay rumaantiina haddaka bilaabi doono owesiis iyo wargelin loo tabiyo shicibka reer jabuuti sidaa daraadeed waxaan leeahay aan ka leeha waalidiina rumaantii fursad u leeyihiin qaaliya waxaan rajeynayaa inay ka faa'idaystaan rumaantii waxa weeye fursad qaaliya khayr badanna waan arkayaa dad badan oo qur-aanka sida waxla badan ama wilal eryar oo wiilka yaray ugu horeeyo oo aad iyo aad na farxad gelinaa jira ilaahay khayr badan naga siiyo waxaan milownana ilaahay insha allah tacala nagu geliyo waan mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu iyadoo hormood ka tahay wasaaradda dhaqaalaha iyo maaliyadda xogeeyaha guud ee madaxtooyada ayaa dhaqaajiyay tababar ku saabsan waxqabadka dadweynaha waatan qaloga xogeeyaasa iyada oo hormood ay ka yihiin wasaaradda dhaqaalaha iyo maaliyadda oo dardar jooga xogeeyaha guud ee dowladda ayaa dhaqaajiyay shalay arbacadii munaasibad tababar ah oo ku saabsan aqoon kororsi ku aadan xirfadsiinta tababarayaasha ka howlgala suuqyaha iibsiga dadweynaha waxaana ay ka qabsoontay dhaqaajinta tababarkani loogu talagalay tababarayaasha rugta shirarka eebee guriga ummadda waxaa eryaha u furay si wada jir ah xogahayaha guud ee wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalaha marwo maariyam maxamedu cali iyo xogahayaha guud ee dowladda ujeedada aqoon kororsigani ayaa ah si aqoonta yeesan u helaan tababarayaasha oo lagu wado in ay noqdaan khabiiro ka howlgala fulinta nidaamyada ganacsi iyo warshadaynta ee waxyaha dowliga ah waxaa xusid mudan in tababarkani uu soconi doono saddex toddobaad iyada oo heegan looga dhigay toban khabiiro oo sideed ay ka socdaan guddiga wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalaha halka laba kalena ay yihiin baraa wax ka dhiga jaamacadda jabuuti isku wadageynta
وجريدة أقوان كروسي غني عياعة سلوح ويجيو طيرا وحقبط كحفي سيادة مامول كالدولة ده إيا وليبا إن له رمريو أقوان كسلي سن مارين تا استراتيجية ده إي وحيها إيسيا سوقيها دادوين حيافك قلاد لو يقان مغشي في بلينجا كبط إريها أيو فرتي مناسبة دا أقوان كروسي غني عقادة هي صدح تدوبان مروا معي محمد وعلي وقورانتي قيبها كان الدول طوبر كنه يوجدوين كالاقة سجوية انتبه أي شكتي إن فردقنا كان كروسي جاءه وخادم الدولة مدو صدح تدوبات وحاوصو قبل قبيس مدونا بيت اللي هي طبعا كانت بيش عفريل حساتي انت وصعدوها كان كروسي جاني وحال السجا إن يرقشو فعل ذا لابو أغاني يهان بالغان ليو قيمة انت باهي اللوقة وحوجين تطيا ذا horumarinta istaraatiijiyad tababar horumarinta wax waliba oo ku sifaysma waadeegsiga qalabyada tababarka loo isticmaalo tababar siinta tababarayaasha iyo ugu dambeyn garsiin tababar aad u heer sareysa ka qaybgalayaasha si munaasabadaasi xoogahada guud ee madaxtooyada oo ka hadlay halkaasi ayaa ka waramay faa'iidada uu xambaarsan yahay tababarkaasi maxamuud cusmaan bulxana ayaa imoo soo eegay hadaladiis شرب جار عائلته عن دارنا الذي كان شباب حفظ الحوجين تقصد عودة التبرياش التبريان وحركت وانت شان سيد لوش في ودي لهاد بوحبيت النظام كشوقين تدورين هنا شمالي يود بين حكومة ورموت كفر يهم دحولا الجمهورية دولة إسماعيل عمر جل الروح ودي سيد أيوغ وانت عصريين تعيد دلك الحوجين مامو كدولة يد أفرق دي وحبيت بقالة جارهان مامو كدار كلون يهاي سياسات ده حبين تنلام كسوق جرين تددوينها دل كنا وحا عقادة نسلت في اللوازي كل عطبان كي وحا قيمها بانجي عدوك وجديدة كدن بساعة يوحا يتهاي سيدي عنو هروم مرين لهاين سياسات ده جريح سيجار كلون يهاي تددوينها نا تاس اوكاقا يفعادة نسوق روكا عرض خلاها دل كنا نلام كرفلان تهروم مرين هذا هلتان كاللعاكتا تاس عسيس من وغفا إذا سريان ونسو رجلين إساء إنو بخلاها دل taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jarnaal zakariya sheekh ibraahim ayaa wali ku guda jira kormeerka hawlaha kormeer ee tababarsiinta dhalinta cusub ee ciidamada qalabka sida waxaana uu gaaray dugsiga military ee xaaje xasan guuleed ee degmada holhol isagoo horkacaya taliyaha gaashaana dhiga jarnaal daahir maxamed cali iyo ku sii xaala taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jarnaal xasan cali akaamil waxaana halkaasi si diran ugu soo gabeeyey madaxa dugsigaasi military lieutenant colonel cumar cali deedi jarnaal zakariya ayaa intaasi kadib shaaca ka qaaday tallaabooyinka soo dhaweynta tababarada ciidan iyo weliba la kulanka istaraatiijiyadda ku jira dugsigaasi military waxaana halkaasi warbixinno kala duwan laga siiyey taliyaha guud dhinacyada tababaradaasi ay qaateen ciidamada ku jiray tababarkaasi kuwaasi oo ka kooban 416 istaajeero ah taliyaha guud ayaa intaasi kadib cadeeyey ahmiyadda tababarsiinta ciidankaasi oo sheegay baahida loo qabo xoojinta amniga dalka intaasi kadib ciidamada tababarka qaadanaya ayaa halkaasi ku soo bandhigay darootose qeyb ka ah tababarkaasi waxaana ka mid ahaa darootosedaasi rasaaska dagaalka gacanta iyo qaab dhismeedka jidka taliyaha guud iyo waftiga oo horkacaya ayaa u dhigay tababarkaasi ay qaateen ciidanka waxaana uu sheegay inay ka qayb gali karaan madaxda halbeyka dibadda ee dalka soomaaliya waftiga ayaa intaasi kadib booqday qeybaha dugsiga military tababarkaasi oo xoojiyay tayada tababarsiinta dhalinta ciidan ee istaajeerka waxaana xusid mudan in dhalintani muddo 4 bilood ah ay tababar ku qaadanayeen xarunta tababarka ee holhol oo kuwaasi oo tiradooda ay dhan tahay 4,380 dhalintaasi ah oo iyagu ku tababaranayay dugsiga holhol Oh!
سند گروه کنترل قواعد کوکیل دقتی تیویگا قرن و حقایق عویس هر سعه لوسوی لگن دقتی دگم با بلبل و حنا عویس کاسی و قلبی هر کس سند گروه کنترل دقتی تیویگا قرن الله عصير جديده وحققها ولها فلسفية قلنا نقول أهل رادي هذا تلفيش كجمهورية تجمعتي ويجب هيك نقول ترى ديارين تا جديد عصير الروج على يوم دك ماذا بالبرة كاسير عويس هر سلا على وصل كم دقيقة دك ماذا بالبلا رامشة سيالي هي سوس ده كله وحال وصل كم دقيقة ramishay waqtiga xuska kontoon goorada ku filay asaasay TV ga qaran waxaana jeediga inuu yahay ka lagu soo gudanayo ee diirada banaan lagu soo maray gobolada ka gudhiisa sidoo kale degmooyinka Rasdiga Abdul Aws waxaana caawa lagu soo gabagabeenaya degmada Balbala iyada oo wali ugu guda jiray gudii socodka ee deegaanka oo qayb ka ah xiska sanad guraha qotonaad ay ka soo dhigtay xiliga dhaqaajiyada telefishanka Jabuuti ee agaasimka yarta deegaanka ayaa uga mahadceliyay ururka ururka ASIL oo kaalin weyn ka qaatay qabanqaabada xiska sanad guraha TV-ga Jabuuti waxaa ku saabsan kulanka lagu soo bandhigay warbixinta guud ee dawladda 2017-ka golaha xisaabaadka ayaa ka wargelinaya dhammaan dadka lagu soo martay qaadid kulankaasi ku beegnaa maalinta Axada 2 bisha Abriil in dib loo dhigayo kulankaasi daawadayaal qodobtaasi ayaa ku soo afmarinaya warbixinta kulanka soo garantay iskuulka dalka kuna fanaa nabadgelyo iyo maalmaha